ناخذ اتصال آخر. ألو ألو ألو، حياكم الله. ألو، مساء الخير. مساء النور، يا أهلا وسهلا. أني طالبة مرحلة رابعة. طيب الاسم الكريم؟ أني طالبة مرحلة رابعة. الاسم الكريم حبيبتي إذا أمكن. اسمي زمن. عفوا، اسمي زمن. زمن شهد. زمن زمن زمن، عاشت لسامي زمن. أنت طالبة وين؟ كلية أهلية؟ أي أنا طالبة مرحلة رابعة الجامعة العراقية. نعم. قانون. طيب احكي لنا زمن، أنت تداومين لو لا؟ لا والله ماكو أضرار، صار تقريبا شهرين. زين. والطلبة ما يقبلون يداومون. طيب. كلهم مضربين. رحنا على يعني على الكلية مالتنا، قالوا احنا ننتظر قرار الوزارة. شو تقول هي وزارة التعليم العالي؟ يلا احنا نقدر نقول لكم مثلا احنا لمين ندفع اقساط. انا اداوم مسائي. نعم. بندفع اقساط، يعني حتى الاقساط ما قبلوا ياخذوها، قالوا الا ننتظر قرار من الوزارة. يعني ما قبلوا ياخذوا من عندكم قسط؟ الا والله حتى القسط ما قبلوا ياخذوه صراحة. يعني حلو، يعني مبادرة حلوة من إدارة الجامعة العراقية على عكس بقية الكليات اللي أخذت قسط. ليش بدنا ناخذ منكم؟ أخاف تتأجل هاي السنة. طيب بس أنت لو كل الطلبة ما أخذوا من عندهم القسط؟ لا لا، كل الطلبة يعني حتى المراحل الأولى. زين. ما أخذوا. ما قالوا لكم شنو رأيهم باللي دا يصير؟ ما قالوا لكم شنو الحال؟ توجيهات جايتهم من الوزارة مثلا؟ شو وقت أنتم ما تداومون تتفقون الطلبة بيناتكم إحنا نداوم. زين، إحنا أكو أكيد جروب بيناتنا الطلبة. نعم. نقولهم بصراحة ما حد يقبل يداوم، يقول احنا اخر متظاهر يطلع من ساحة التحرير يلا نداوم. نعم. زين، نقول لهم زين احنا شلون يعني احنا هم احنا مرحلة رابعة، احنا عندنا مواد وزارية. زين، وهاي اخر سنة. تحكين وياهم هيجي يقولون دم الشهداء وهاي الشغلات، احنا اكيد ويا دم الشهداء، اكيد ويا المظاهرات، اكيد، بس واحد هم يعني مستقبله هذا. يعني ما اعرف هو شنو اللي قرار الطلاب يعني. زين. عاطفتهم زمن، خلينا ما يفكرون بعقدهم. نعم، خلينا احنا باقين حايرين، يعني باقين حايرين ننتظر قرار اللي هو وزاره التعليم العالي شنو راح تقول. طيب زمن، خلينا انا وياك نحكي في موضوع كلش مهم. طبعا اكيد تحيه احترام وتقدير لكل الاخوه المتظاهرين، والرحمه والخلود لشهدائنا الابرياء اللي سقطوا في ساحات التظاهر، ونتمنى لهم طبعاً أكيد الرحمه والغفران. لكن يعني زمن يمكن هسه يطلع لش احد الزملاء مثلا ويقول لك يعني احنا صار لنا سنين يعني مشاكل وحقوقنا ما موجوده، فشكوا بها اذا ضيعنا سنه، يعني وين المشكله؟ اضيع سنه احسن ما ضيعت كذا سنه واني قاعد دا انتظر على امل يتحسن الوضع. اي صحيح، بس هي مو كل الطلاب ظروفهم تختلف، اكو طالب يقدر ياجل سنه مثلا. واحنا اكيد حتى لو ناجل سنه بالنسبه لنا المسائي لازم ندفع قسط، يعني حتى لو هاي ترى هم لازم ندفع اذا اقل شيء كونك حاجزه مقعد دراسي. نعم. سنه يعني ما مستحيل اللي ما ياخذون، يعني مستحيل. طبعا اي كمقعد دراسي انا حاجزته لازم ادفع عليه قسط حتى لو تتاجل سنه. زين، اكو طلاب خطيه ما عندهم، يعني واكو بالنسبه للكليات الطبيه والله احنا القانون بندفع 1,300,000. طبعا انت 1,300,000؟ الكليات الطبيه بيدفعون من 8 إلى 7 مرات 9 يعني الصيف. صح. اي احنا 1,300,000 ندفع بالنسبه لنا المساعي اللي حكومي طبعا، بس نعم. الاهلي لا مليونين اتصور. زين زمن، سؤال. نعم. يعني انتم اليوم كطلبه شنو هي مطالبكم حتى تلتحقون للدوام؟ يعني اكيد مطالبنا مثل مطالب المتظاهرين انه الحكومه البرلمان يسقط، الحكومه تسقط، يشوفون حل يعني للناس اللي دا تتظاهر. احنا حالنا من حالهم، احنا اكيد نظامين وياهم، واكيد الطلبه لهم شريحه كبيره بالمجتمع، اكيد لهم دور كبير. فهذا اكيد احنا مطالبنا حن حال المتظاهرين الباقين. زين، انتم بالسنوات السابقه هم يعني كانت لكم مثلا وقفات احتجاجيه مثلا على مود انه يخفضوا لكم الاقساط؟ يعني انت اذا تحكين اليوم 1,300,000 يعني يمكن غيرك يشوفها قليله، بس انا بالنسبه لي اشوفها هماتين هوايه. ليش؟ أيوة، لانه ممكن دخل العائله ما يسمح انه تنطي قسط لبنتها 1,300,000، بس مع العلم هي مجبره. بدنا نحكي عن اقساط يعني 5 ملايين 7 ملايين 8 9 هاي تجينا من الوزاره من الحكومه، هاي الاقساط موجوده. زين، احنا اكثر من مره حاولنا نسوي اضراب بالكليه، يعني سوينا وقفات
ضد هذا الشيء، بس ماكو فايده. يقول احنا انتم هذا الموجود يعجبكم ولا ما يعجبكم براحتكم. طيب يعني الاستاذ يجي مثلا يقول والله انتم تدفعون اقساط 1,300,000، هذا الشيء انتم ما مجبرين عليه، تقدرون تقعدون بالبيت وتسكتون. هاي اول حكايه، يعني احنا ليش نقعد بالبيت؟ لا ماكو شيء اسمه اذا انت ما تقدرين روحي اقعدي بالبيت. التعليم والتربيه هذا حق من حقوق ال نعم ورجعت للدراسه ليش حتى غير اقدر. زمن لو سمحتي لي، ماكو شيء اسمه اذا ما عندك تروحين تقعدين بالبيت، لانه التعليم والتربيه وهاي يعني الامور الاساسيه بالحياه، هاي واجب توفرها للمواطنين حتى يقدرون يكملون المسيرة. بالنهاية أجيال تجي وأجيال تروح. زين اليوم الجيل اللي راح يتقدم، إذا هو 3/4 قاعد بالبيت وعنده عزوف عن الدراسة، و3/4 ضمن يعني فئات محو الأمية، زين بهاي الحالة منو الجيل اللي راح يقود المستقبل؟ عموما زمن كلامك جدا منطقي وسليم، وأنا أشكرك على اتصالك بالبرنامج، وأكيد كل الاستفسارات اللي تفضلتي بها حضرتك احنا راح نضعها على طاولة السادة المسؤولين.